السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره الصحيحه؟ كل شي بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وصحيحه جيده يا ربي، نتوما وفاميلتكم اللي عز عليكم. دركو كما شفتوا معانا السرديل، غنديروا الطاجين ديال السرديل ديال الكواري ان شاء الله يا ربي معاكم. تابعوا الفيديو، بقاو معايا ما تمشيو فين، غيعجبكم. بسيط، الطاجين تاع السرديل كيجي زوين كواري. كتشدوا، ما شاركش معاكم الغسيل ديالو، كتحيدوا ليه الراس، كتحيدوا ليه داك السلسول، وكتنقوه وكتطحنوه. بعد ما طحناه هو هذا، شتوه السرديل هو هذا، درنا فيه القزبر والمعدنوس. هو بطبيعه الحال كيبان القزبر والمعدنوس مزيان. دروك درنا فيه التوابل العطريه، راه عرفتوا العطريه، الكمون، كلشي، العطريه، الخرقوم، شكنجبير، طحميره، شويه تاع الفلفله حاره، كلشي. غنخلطوا التوابل كلشي، عندنا واحد العطريه هذه مخلطه زوينه، كتجي تحط واحد العطريه غزاله، هذه فيها كلشي التوابل مخلطين، كتعجبني. دوكا ندوزو نديرو التحميره، هي هذه تحميره زوينه، هذه فيها فواحد فواحد زوينه، ماشي داك التحميره الحمراء بزاف بزاف، لا. دوكا غندوزو نديرو الثومه، تبارك الله، صدقوني يا خواتاتي، هاد الثومه راه ديما كنقولها لكم في الفيديو، ديروها الطريقه، الثومه ما تضيعش منكم. الزيت ديالها الا كانت فيكم الكحه انتيبيوتيك شربوه في الليل، هز عواشق ديال الزيت، ما داك الثومه رقدت في زيت العود، هز عواشق شربوه في الليل، راه انتيبيوتيك في الليل، راه ما تخلي لا كحه لا حتى شي حاجه. وتعرفوا الذات ديالكم كتحس بها صفات، راه ملي كتجبدي الثومه من هذاك الزيت راه بحال طريه، راه طريه تبارك الله، وفتيه، ما تشهدش بعمنها، ما كيتبدل ليها لا اللون لا حتى شي حاجه، تبارك الله، غزاله. غير ديروها في هاد القريعات اللي عندهم الجوا بحال هكا باش ما يدخلهاش البرد. وكدرنا التومه، درنا التوابل كلشي، راه تصدقوني يا خواتاتي، راه جا غزاله، هاد الشيء جا غزاله تبارك الله، راه ما حيدت لا الصوت لا حتى شي حاجه، خليتكم الصوت في الاول، يعني ما بقاش كنحيد لكم الصوت، غنخلي لكم الصوت العادي صافي، ما ندخل لا صوت لا حتى شي حاجه. تصدقوني راه جا غزاله هادشي تبارك الله، غزاله، ما تشوفش تشبعوا منه يا ربي. دوكا انا حيدت ليكم ونعاود ليكم، حيدت الكاميرا من بعد نعاود، هاني غنرجع معكم نخلط. دروك غندير الملحه، كنت نسيت الملحه، مشيت نجيبها. وصدقوني يا خواتاتي، جا الطاجين ديال السرديل، جا زوين الكواري، جا واعر، سخطو في هاد البرد. الحوط راه بطبيعه الحال الحوط راه زوين، الواحد يدخلو الوكلات في هاد البرد، راجا غزال. الدراري قليت لي من الحوط الاخر، وحنا درنا انا الطاجين بس الدراري ما يبغوش ياكل السرديل بزاف، عرفتي راه كيجي غزاله تبارك الله، ما تشوفش تشبعوا منه. وصدقوني هاد الطاجين اخواتاتي، الا جربتو تكتب لي في الكومونتير. وتحيه خاصه لكم بزاف بزاف، انا نشارك مع خواتاتي كل شيء، راكم عزاز، راكم في القلب، وانا هاد القناه ديرها غير باش نجمع معكم يا خواتاتي، والله الا راكم عزاز بزاف بزاف. وتحيه خاصه لكم كاملين، والقنوات الصغار اللي شافوا الفيديو ديالي دخلوا وخلوا لي كومونتير، راني ندخل عندهم ونبرطاجيهم في المنتدى. اللي دخل عندي يتشارك معايا، نعاون القنوات الصغار، ضروري نعاون القنوات الصغار اللي باقا ما فعالينش، نعاونوهم علاش لا، مرحبا بكم. ودوكا درنا الطويجين، هو هذا غنديرو فيه خيز، هو الاول كاغوط نديرو هو الاول، من بعد غنحطو عليه السرديل ديالنا كويرات، عرفتي جا غزاله تبارك الله، الله ما شهيتكم في هاد الطويجين. ونتمنى يعجبكم، وتحية خاصة لكم بزاف بزاف. حدايا بنتي كضحكني مرة مرة الله إلا كضحكني، قالت يا ماما انتيا يا ديرنا خيز بزاف، ما كيبغوش هما خيز الدراري، وانا كيعجبني الكاغوط في الطاجين كيجي زوين، عرفتي الدراري ما يبغوش ياكلوا الخضرة، كيضحكني. يا ماما درتي الخيز بزاف، قلت لها راه تاكلي خيز اللي تاكلي راه زوين الله العظيم اخواتاتي، الله الا راكم عزاز وراكم كتعجبوني بزاف، داك الكومنتات المحفزين ديالكم الزوينين، ولينا كنشوف بزاف الحوايج في هذا اليوتيوب. الله يكتب السلامه، انا بغيت تطلعي بالزربه بزاف المحاولات، الناس كيديروا شي حوايج في اليوتيوب، الله يحفظ يا سيدي ربي. كاين اللي ما كيبغوش الطاقه، والله بيطيروا في هاد اليوتيوب، بيطلعوا بالزربه بالزربه، غير بشويه بشويه تيحمل الواد، قالك نقطه بنقطه تيحمل الواد، ما حنا فين زرباني،
احنا القناة دينا غير خضرة على الطعام كما نقولوا، خليها وقت اللي جا الخير ينفع. احنا المهم لا هي ينفع نشاركوا مع اخواتاتنا كل شيء، داك الشيء اللي نديره ما كاينش المشكل، اللي بيدخل مرحبا بيه، اللي ما بيدخلش مرحبا بيه، على الراس والعين. اللي بيقعد معانا مرحبا بيه، اللي ما بيقعدش مرحبا بيه. ما ان احنا يا غنزيروا على الناس بزز، نقول لهم قعدوا عندنا مرحبا بيكم، بتخرجوا مرحبا بيكم، بتدخلوا مرحبا بيكم. احنا دسي عندنا معاكم الكاس، حطينا الطواجن ديالنا هو هذا. من بعد غنقاد الكاميرا، غنقاد الكاميرا مزيان، انا قاديتها، غنبقى غندير لكم لا مونتاج لا والو، كيما غنصور الفيديو غنحطو لخواتاتي حيت راكم عزاز. والطواجن ديالنا هو هذا، شوفوا الكوارع كيف جاو تبارك الله، جا غزال اش مشهيتكم فيه، عرفتي جا تبارك الله بحال داك الحوت الكوارع اللي كيكون في الباط بحال هكا. الله ما تحلفي عليه تقولي غير داك الحوت اللي في الباط زوين. تحية خاصة لكم المتبعين، نتمنى هاد الطواجن يعجبكم. ودوكا دزنا دانا كنصب غير بزيت العود كيعجبني في الطاجين، دوكا دزنا كبينا شوية ديال زيت العود بحال هكايا من طبيعة الحال، وغنزيدو شوية التوابل من الفوق باش يعطونا القوف الخيس ان شاء الله في الكاغوط ديالنا يكون بنين. نتمنى هادشي يعجبكم. خليتو لكم طويل، درت لكم في هاد الفيديو شوية طويل، ما درت فيه لا مونتاج لا والو، باش تشوفوا داك الشيء هكا كما هو. نتمنى يعجبكم، وتحيه خاصه لكم. دوك درنا كنديروا في التوابل، كيجي زوين صدقوني جد. داك التوابل الاخر زدت فيهم تما شويه بحال هك، صدقوني الطاجين جا غزاله تبارك الله. او تحيه خاصه لكم بزاف يا الخواتات يا المتبعين الوفيين ديولي، وتحيه خاصه للمغاربه في مكان، والجزائريين توانسه الشلوح في مكان، تحيه خاصه لكم بزاف بزاف. وكنقول لكم تحيه كنسلم عليكم بزاف بزاف كاملين، ونتمنى هذا الشيء اللي كنقدم يعجبكم. الله العظيم عندنا غير الشتا والبرد، الله يلا الشتا والبرد. من البارح يا كاين الشتا والبرد، كاين شي برد بارد بحال بغيت تحت الثلج، الله يلا بارد. عندنا فرنسا بارد الحال بزاف، الله يلا الله يحفظ. كاين البرد لا في الديور لا في كلشي، الا ماشي عندنا الشوفاج ما الدار ما تقدرش تقعد فيها، كاين البرد. ها واش غنديروا فرنسا تاعت البرد، هي هادي وقت البرد، هي ديما فيها البرد سبحان الله العظيم. والشتا هنا دزنا معاكم نقادو شوية تاع المطيشة بحال هكا فوق من الطاجين، بعد ما حيدنا لها الجلدة بحال هكايا، خليتها مرصوات كبار بحال هكا، حيت كاين اللي ما يبغيهاش ما بلا ما نسرحها في الطاجين كاملة. ومن بعد راه درت فيه الزيتون ودرت فيه الفلفلة حارة تاع الطابية، زدتهم من الفوق وصدقوني ما درت فيه حتى شي نقطة تاع البلول، هذاك البلول اللي فيه، هذاك البلول ديال المطيشة والبلول، حيت الحوت كيطلق هو البلول، ما تقدريش ديري فيه، الا درتي فيه البلول بزاف يفيد لك الطاجين، هو السردين ما تقدريش ديري فيه البلول بزاف بزاف، غير كيت كيرخي هو الحوت، هنا حوت هو سبحان الله العظيم كيرخي البلول. عندك هو الدجاج الرومي ما درتي فيه البلول خرجتي عليهم كيرخو البلول. انا هاد القضيه ما كنتش عارفها في الاول، ومن واحد من كيتطور كيتعلم، من كتعلمي الكوزينه بشويه 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 كتعرفي بزاف الحوايج. حيت في الاول تا انا كنت كندير الطاجين ندير فيه البلول بزاف، وكنكثر الزيت بزاف، وكنزيد عطريه ونعاود نزيد. هنا درت الثومه معاكم، شوف الثومه هذيك المرقده يا خواتاتي راه طريه، راه غزاله غزاله غزاله. ربي يا خواتاتي اللي عندها الثومه في الدار ما تخلاش تخسر، ترقدها في زيت العود وداك الزيت ديال الثومه فاش مرقده انتي بيوتك، راه غزاله تبارك الله، باش تشبعوا منه غزاله غزاله. شوفوا كيف داير هاد الحامض، هو انا كنرقدو في الدار مسير، راه تا هو كيجي غزاله بحالو بحال الثومه، كيكون طايب ورطب ومعسل. يعطي ديرو في الدجاج ديرو في ما درتوه داك الحامض كيبقى غزاله، هو الثومه ديما عندي في البلاكر ما بقاش نخليهم، غير نكملو نعاود نديرهم تا انا ان شاء الله، حيت نديرهم قبل ما يكملوا لي الاخرين، كندير الاخرين باش يبقاو لي ديما. الحامض راه عزيز عليا بزاف، كنكثر وانايا الطاجين تاع الحوت كيجي غزاله، في الطاجين تاع تاع الدجاج هو كيجي زوين حتى كيجي غزاله. ونتمنى هادشي يعجبكم، وتحيه خاصه لكم بزاف بزاف. دروك سدينا الطواجن ديالنا هو هذا،
وبعد ما طاب كيجي غزالة تبارك الله. شوفوا كيف دايره غزالة غزالة غزالة، مشي هيدكم فيه تبارك الله. شوفوا معايا اخواتي ترى باقي تربخ، يلا حيد تفض من الكاس، راه غزالة تبارك الله. نتمنى الاعجاب ديالكم، وتحيه خاصه لكم بزاف بزاف. نتمنى هادشي اللي كنقدم لكم يعجبكم، وراه غزالة تبارك الله. شوفوا كيف داير، راه تبارك الله جا داك الحوت تاع الكواري مشي هيدكم فيه، غزالة غزالة تبارك الله. وبنين تبارك الله، عطيه جا بحال داك الحوت تاع الباطا، جا بحالو السرد اللي كيكون في الباط، جا بحالو بحالو سبحان الله العظيم. هنا درت فيه الحامض، درت فيه الزيت الحامض يا ربي، درتو درت فيه الزيتون والفلفل، عطيه جا غزالة. ضروري الطاجين ما فيه فلفل ما فيه والو. بالسلامة عليكم، وخليت لكم الراحة لفيديو قادم ان شاء الله.